ليفربول بالأطفال وبالعيال الصغيرة يفوز على تشيلسي في نهائي كأس الكاراباو ويحقق اللقب على حساب تشيلسي بالبراعم وتحت البراعم كمان في السن، فحاجة يعني غريبة. وتشيلسي بالمليارات بتاعته وبالفلوس اللي اتدفعت وبالفلوس اللي بتدفع ما قدرش انه يفوز على أكاديمية أو مدرسة الكورة في ليفربول. يورجن كلوب في آخر مواسمه بيقدم جيل جديد وفريق تاني كمان لليفر، وطبعا بيفوز بنهائي كأس الكاراباو رغم الغيابات ورغم النواقص اللي عنده في الفرقة، قدر انه يحقق البطولة يعني بأطفال صغيرين. قبل ما نتكلم في تفاصيل الماتش وقبل ما نتكلم في تفاصيل البطولة اللي حققها ليفربول على حساب تشيلسي، ارزع اللايك المتين واشترك في القناة عشان اي حاجة جديدة توصلك على طول. يلا بينا على التفاصيل. ليفربول يحقق كأس الكاراباو على حساب تشيلسي بمدرسة الكورة وبالعيال الصغيرة، خلصوا بيها النهاردة على تشيلسي في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، وكنا خلاص رايحين على ضربات ترجيح، لكن يعني بهدف قاتل من فان دايك ليفربول يحقق كأس الكاراباو على حساب تشيلسي. تشيلسي النهاردة يعني ربنا يكون في عون جمهورهم، انت بتلعب عيال صغيرة لسه يعني ما طلعوش من البيضة زي ما بيتقال، ومع ذلك معرفتش تكسبهم. ويعني ربنا يكون في عون موريسيو كمان، اعتقد انه موريسيو بعد الموسم ده بنسبة كبيرة اعتقد انه هيمشي من تشيلسي، يعني الدنيا ماشية معهم بشكل غريب السنة دي وضاعت فرص بكميات رهيبة. النهاردة اخر 10 دقايق تشيلسي كان ضغط بشكل كبير وكان ممكن يخلصوا الماتش، لكن رعونة كبيرة قدام المرمى وبيضيعوا جوان بشكل غريب. يعني حتة المهاجم اللي بيخلص دي او اللعيب اللي بيخلص مش موجودة خالص في تشيلسي، واللعيبة بتضيع كمية فرص رهيبة، فيعني موريسيو مش هينزل يحط الكور دي كلها. الفرقة منظمة لكن بيضيعوا فرص وبيعملوا حاجات غريبة، فربنا يكون في عون موريسيو وربنا يكون في عون جمهور تشيلسي كمان اللي يعني الفرقة السنة دي بتقدم موسم صعب. التحكيم في انجلترا غريب وهيفضل غريب وبيعملوا حاجات عجيبة. النهاردة الحكم يعني بيعمل حاجات غريبة، لكن يعني بعيدا عن التحكيم وبعيدا عن شكل التحكيم النهارده، الليفر يعني باطفال صغيره خلص على الماتش وخدوا الكاس في وقت قاتل، وبتتكلم في غياب يعني اكتر من 7-8 لعيبه اساسيين، اليسون، وبتتكلم في ارنولد، جوتا، سوبسلاي، نونيز، صلاح، ف7-8 لعيبه النهارده غايبين. وكلوب بيلعب مش هنقول الصف الثاني او الفريق الاحتياطي، ده بيلعب بمدرسه الكوره او بالاشبال. تشيلسي بصراحه الدنيا غريبه معاهم، والنهارده لعيبه ليفر سواء اللعيبه الاساسيه اللي شاركت او حتى اللعيبه الصغيره اللي لعبت بيكافئوا كلوب في اخر موسم ليه وبيعملوا له انجاز مهم وبيحققوا له بطوله في اخر موسم ليه. ويعني خلاص يورجن كلوب هو حقق كل البطولات اللي شارك فيها مع ليفربول باستثناء اليوروبا ليج اللي عنده فرصه قويه انه يحققه في اخر موسم ليه، فلو حقق اليوروبا ليج هيبقى حقق كل البطولات اللي شارك فيها، حقق دوري الابطال وصل نهائي دوري ابطال 3 مرات، حقق منهم مره اللقب، حقق الدوري الانجليزي وكاس الاتحاد وكاس الرابطه وكاس السوبر الاوروبي وحقق كاس العالم للانديه، فكل البطولات اللي شارك فيها حققها باستثناء اليوروبا ليج اللي عنده فرصه السنه دي كمان انه يحققها عشان يبقى حقق كل البطولات مع الليفر وكل البطولات اللي شارك فيها. يورجن كلوب ماشي اخر الموسم، لكن يعني النظام اللي عمله في ليفربول والدنيا القويه اللي عاملها في الليفر هتستمر لسنين مش اقل من 3-4 سنين
في الليفر هيبقى النظام اللي عمله يورجن كلوب واللعيبه اللي طلعها وفرقتين ثلاثه اللي عاملهم في الليفر في الوقت الحالي هيبقوا يعني ماشيين على نظام كويس لسنوات لسنتين ثلاثه بعد رحيله، ولو جه مدرب كويس كمان هيكمل المسيره. ف يعني يورجن كلوب في اخر موسم ليه يستحق الاشاده ويستحق الاحترام على الموسم ده وعلى طبعا كل الفتره الماضيه والسنين اللي فاتت اللي كان موجود فيها في ليفربول، ولعيبه الليفر كمان تستحق الاحترام النهارده في المباراه رغم الغيابات ورغم الاصابات ورغم كل حاجه قدروا ان هم يحققوا البطوله، وبيلعبوا مليارات تشيلسي وبيلعبوا تشيلسي يعني الفرقه الى حد ما كامله، ف يعني يستحقوا الاحترام والاشاده، وكلوب طبعا في اخر موسم ليه يستحق الاحترام والاشاده. تشيلسي بيصرفوا في الفاضي ويعني مليارات في البطيخ، ورغم ان يعني عندهم لعيبه الى حد ما كويسه لكن اللعيبه دي ما تستحقش كل الارقام دي، يعني كان ممكن تجيب اللعيبه دي بارقام اقل كتير، او ممكن بالارقام اللي انت دفعتها دي كنت تجيب لعيبه اقوى بشكل كبير ولعيبه تفرق كتير معاك كاسم تشيلسي. فبيصرفوا كتير قوي في الفاضي وبيصرفوا غلط في لا شيء، في يعني صرف في لعيبه ما تستحقش الفلوس دي كلها، وفي لعيبه كان ممكن تجيبها باسعار اقل، وفي النهايه المحصله صفر، ما حققتش حاجة السنة دي وما عندكش لعيبة تخلص كمية الفرص اللي بتجيلك. وموريسيو يعني اتظلم بصراحة مع الفرقة دي، ومن قبلهم كذا مدرب يعني لامبرد كمان اللي ما عادش 3 4 شهور وغيره وغيره، يعني من توخيل كمان في اوائل فترة توخيل قبل طبعا ما حقق دوري الابطال وقبل ما الدنيا تمشي معاه برضو كان يعني الفرقة كانت سيئة جدا، لكن في النهاية حقق دوري الابطال وبعد كده مشي. فالفكرة في تشيلسي مش فكرة مدرب بس، هي الفكرة فكرة ادارة بتصرف غلط في اختيارات لاعبين، غلط في عدم الصبر على المدربين، كل دي امور بتأدي للنتائج السلبية اللي بيحققها تشيلسي. ليفربول استحق اللقب النهارده رغم الغيابات ورغم ان هم بيلعبوا بالعيال الصغيره، ومع ذلك يعني حققوا البطوله وقدروا ان هم ياخدوا تشيلسي لابعد مدى في المباراه لحد طبعا الوقت الاضافي، الشوط الاضافي الاول والشوط الاضافي الثاني، وكنا رايحين على ضربات ترجيح، وكانت فرصه تشيلسي في ضربات الترجيح كانت هتبقى اقوى من الليفر، لكن هدف قاتل في اخر ثواني من المباراه يعني يخلص على كل حاجه ويكمل على النتائج السلبيه والموسم السيء لتشيلسي هذا الموسم، يعني نتاج الموسم السيء. النهارده تشيلسي يعني كملوا المسيره السيئه وخسروا في النهائي من الليفر. اخيرا ليفربول يستحق الاشاده، اللعيبه تستحق الاشاده والاحترام، يورجن كلوب في اخر موسم ليه يستحق الاحترام على اخر موسم اللي حقق فيه بطوله، ولسه عنده فرصه في الدوري ولسه عنده فرصه في اليوروبا ليج، فممكن يطلع كمان باكتر من بطوله في اخر مواسم ليه وفي اخر موسم ليه، وبشكل عام يستحق كل الاحترام على اللي عمله خلال الفتره اللي قضاها في ليفربول، ويستحق طبعا كل الاشاده على كل اللي حققه مع الليفر من بطولات ومن انجازات ومن فرق عملها لليفر ومن لعيبه طلعها لليفر، ومن طبعا يعني عوده تاني لليفر لمنصات التتويج سواء اوروبيا او حتى في الدوري الانجليزي او في البطولات المحليه مع الليفر. فعمل نظام محترم هيكمل لسنين، ويعني اعتقد ان ليفربول هيخسر كتير جدا بعد رحيل يورجن كلوب. ده كان استعراض لنهائي كاس الكاراباو وطبعا نهائي كاس الرابطه الانجليزيه وفوز ليفربول باللقب على حساب تشيلسي في الوقت القاتل في اخر ثواني من الشوط الاضافي الثاني. قدر ليفربول انه يحقق لقب مهم في اخر مواسم يورجن كلوب مع ليفربول.